السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن مختار من منتدى جي اف اكس اكاديمي. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض درس من دروس الانديزاين، وهي من ضمن الدروس الحصرية المقدمة من منتدى جي اف اكس بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. هنتعلم من خلال درسنا النهاردة كيفية إخراج الصفحات داخل المجلات، كيفية عمل الصفحة الماستر، كيفية ترقيم الصفحات، وهنتعرف على خاصية جديدة من خصائص الانديزاين وهي التكست ورك. نبتدي بسم الله. هنروح على فايل نيو دي كومنتس او كنترول ان، هلاقي النافذة دي ظهرت لي، هدخل فيها الإعدادات الخاصة بالمستند اللي أنا عايز أنشئه، وده طبعا على حسب أنا محتاج أنشئ إيه، يعني هل محتاج إن أنا أعمل بروشور، ولا محتاج إن أنا أعمل مجلة، ولا محتاج إن أنا أعمل جرايد. أي شيء أنت ممكن تقدر تعمله من خلال النافذة اللي قدامنا دي. طبعا هنا هنبتدي بالنمبر أوف بيج، عدد الصفحات المطلوبة، مثلا هنخليها 7. ستارت بيج، هتبتدي الصفحات من الصفحة الأولى. الفيسنج بيج دي لو مجلة بتبقى صفحات متقابلة كده، فالفيسنج بيج لو تم التأشير عليها هتبقى عبارة عن مجلة، لو ما حصلش التأشير عليها هتبقى بطريقة اللي هي النظام الفردي، مش هتبقى الصفحات متقابلة. البيج سايز هنا عندي مقاسات مختلفة، أنا ممكن بختار منها المقاس اللي أنا محتاجه وليكن A4. طيب هنفترض إن أنا محتاج مقاس تاني غير المقاسات اللي موجودة دي أو مش متوفرة عندي، بكل بساطة هدخل القيم اللي أنا محتاجها من غير أدنى مجهود، وطبيعي هي بتتغير معايا. تمام، الأورينتيشن سواء افقي او راسي، وده برضو على حسب الشغل اللي انا محتاج ان انا اعمله. البندنج لو المجلة باللغة الانجليزية او باللغة العربية، يعني بتفتح من اليمين او الشمال. كلامز، نمبر الاعمدة. طيب انا مثلا عندي الشغل اللي انا عايز اعمله، هل هيتطلب ان انا اعمل عدد اعمدة كتير؟ لا. طيب على سبيل المثال في الجرايد بتبقى الصفحة الواحدة فيها 8 أعمدة، وفي المجلات على حسب نظام المجلة اللي انت بتعملها اذا كان عمود او عمودين، وده الفرق ما بين كل عمود والتاني، المسافة اللي بتفصل كل عمود والتاني. نيجي هنا للهوامش، التوب والبوتوم والليفت والرايت، الهوامش او الحدود الوهمية اللي انا بشتغل داخلها، بحيث ان انا مخرجش عن الهوامش دي عشان اي شغل انا بعمله يعني ما يتقصش في مرحلة تعريش الشغل لو في طباعة. طيب هفترض ان انا عملت كل الاعدادات دي ومش عايز ارجع اعملها تاني لما اجي اعمل مشروع بنفس الاعدادات وبنفس المقاسات اللي انا عملتها. بعد ما عملت كل الاعدادات هروح على سيف برست وليكن جي اف اكس، سيف برست اس، الاسم الخاص بالبرسيت هكتبه جي اف اكس، اضغط اوكي. هلاحظ هنا دي كومنت بريسيت بقى ظاهر عندي جي اف اكس، دي الاعدادات اللي انا عاملها. انا كنت عامل قبل كده بريسيت قبل كده، لو جيت ضغطت عليها لو لاحظنا تم التغير في الاعدادات بشكل كبير. طيب هل المستند ده هيتعمل للطباعه ولا لعرض الويب؟ احنا شغلنا هنا يعني مش هتفرق كتير، هنضغط اوكي. لو لاحظنا هنا ظهر المستند بتاعي المكون من 7 صفحات، وهنا اللي فيه الاي ماستر وفيه نعم. انا طبعا وقفت وغيرت عشان اعمله الاي فور عشان نقدر نشتغل بشكل مظبوط. يعني ايه الماستر؟ يعني ايه النمط؟
الماستر هو اللي بيتم تطبيقه على كامل صفحات المستند، بمعنى انا عندي وليكن ترقيم صفحات، وليكن اللوجو الخاص بالمجلة، اي شيء انا محتاج ان انا اطبقه على كامل الصفحات. طبعا مش هاجي على كل صفحة واكتب والله هنا فلان ومش عارف ايه، لا هروح بكل بساطة على صفحة الماستر واكتب اللي انا محتاجه وهطبقه بعد كده على الصفحة. طيب حد يسألني ممكن ان انا اعمل صفحات ماستر متعددة؟ بمنتهى البساطة، لو جيت ضغطت على كليك يمين في اي مساحة فارغة هنا نيو ماستر، هلاقي عندي عمل ماستر جديد بمنتهى البساطة جدا. طبعا احنا مش محتاجين ده، فهنعمل ديليت ماسترز. هنروح على الصفحة الماستر، وليكن هنعمل شكل بحيث ان احنا نشوف التقنية دي ممكن تكون شغالة ازاي. ريكتانجل. طبعا هنا لو لاحظنا ان الريكتانجل عبارة عن ستروك، اللون الداخلي مش موجود، فازاي نغير اللون الداخلي مع اللون الستروك؟ لو جيت هنا طبعا وهي متحددة، هروح على اللون الخاص بالريكتانجل بكل بساطة يعني. وهنا لو انا محتاج ان انا اغير لون الستروك او مقاسه، يعني انا ممكن اكبر مقاس الستروك بالشكل اللي انا عايزه، او كمان ان انا اغير شكله. طبعا هنا مش هيبان لان الارضية ابيض، فانا لو جيت هنا مثلا كبرت مثلا وجيت عايز اسحب الشكل ده، هو احنا عاملينها في اليمين، عايز اسحبها في الشمال. غالبا الكامتازيا فيه مشكلة، فسحبت الملف ده او الريكتانجل ده بالضغط على Alt. طبعا شايفين السهم الابيض اللي ورا السهم الاسمر، سحبت بكل بساطة وقمت موديه هنا. طيب انا عايز اجيب صورة او اللوجو الخاص بالمجلة بتاعنا، اجيبها ازاي؟ في كذا طريقة ان انا ممكن اجيبها في الانديزاين. ممكن اروح على الريكتانجل فريم واضغط يعني ارسمه البليس. طبعا انا مش مظبط الاختصارات هنا، وهروح على الصورة اللي انا محتاجها واضغط اوبن. لو عملت اوكي هيظهر لي هنا. طيب انا عايز بشكل تاني، ممكن اعملها ازاي؟ اشيل الريكتانجل فريم، ممكن اروح على المكان اللي انا عايز اخد منه الصورة، بمنتهى البساطة بسحبها واضغط ضغطة واحدة بالماوس، هلاقي نفسي الصورة اللي انا محتاجها لقيتها جت معايا بمنتهى البساطة. برضو في طبعا انا ظبطت الشكل اللي انا محتاجه، محتاج اسحبه او الصورة اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها، بيبقى معايا كل الامكانية ان انا اتحكم في الصورة بشكل بحيث ان هو يطلع لي الشغل زي ما انا محتاج. لو ضغطت على حرف ال W هيظهر لي شكل الصفحة النهائية. انا محتاج ان انا اغير اللون هنا مثلا، برضو هروح على اللون. تمام. طيب انا محتاج ان انا اعمل ترقيم للصفحات. طيب هنروح هنظهر الهوامش، وهنروح على صفحة 3 وليكن، وهم عامل numbering and section option. مجرد ان انا اعمل start page number at 3، يبقى انا كده بقول له ما تبتديش الترقيم الا من الصفحة 3 في خلال المستقبل. اضغط اوكي
كده انا اهلت المستند ان انا اقدر اعمل فيه ترقيم ذاتي. طيب بس ما ظهرش حاجة لان انا لسه ما عملتش الترقيم في قلب الصفحة الماستر. هروح على الصفحة الماستر واجيب اداة الكتابة وارسم اداة الكتابة، وبكل بساطة كليك يمين اعمل insert special character marker current page number. طيب لو جيت هنا اروح على الصفحات دي هلاقي بالفعل ان انا ابتدت الصفحات تبقى متوفرة معايا وبتشتغل تلقائي. بس طبعا انا لو جيت هنا في الشمال مفيش حاجة ظهر. طيب انا اروح على صفحة الماستر تاني، في الاول اكبر المقاس بتاع الصفحة او بتاع ارقام الصفحات بحيث ان هو يظهر معايا بشكل كويس، واغير الارقام وبكل بساطة. طبعا انا لو سحبت دي بسحبها في المنتصف، بكل بساطة مسحت ارقام الصفحات اللي موجودة هنا هي. بس طبعا مفيش واحد يجي يقول انا عايز اعمل، انا هكتب الارقام بطريقة يدوية، لان انت كده مش هتوفر على نفسك خالص. يبقى انا كده عملت صفحة الماستر. ممكن اشتغل بقى بالشكل اللي انا محتاجه، مفيش أدنى مشكلة، على حسب الإخراج بتاعي عامل إزاي. طيب أنا محتاج أشتغل في إيه بالظبط؟ وليكن جميل تمام. يبقى كده وليكن إن أنا عملت الصفحة الماستر اللي هتطبق على كامل المستند، وابتديت الشغل او في الاخراج الخاص بالصفحة. طيب هفترض هنا برضو ان انا محتاج ان انا اعمل شكل وليكن هضغط على شيفت عشان احافظ على التوازن بتاعي، اكبر اضغط على الت سكرول بكبر او بصغر الصفحة تمام. طيب هنيجي هنا مثلا انا في الصفحة الاولى دي مش محتاج الشكل او الشكل المفروض عندي. طيب هعمل ايه لو جيت اشيلها من هنا؟ مش هتتشال. طيب ابلاي ماستر تو بيج على صفحة اوكي، اللي نفترض ان انا عملت التصميم الخاص بالصفحة الأولى على برنامج الفوتوشوب وعايز أسحبه فقط عشان يبقى موجود عندي في الترتيب بتاع الصفحة. سحبته بكل سهولة وهضغط هنا ضغطة واحدة هنلاقي إن هو اشتغل أو اتظبط في مكانه بدون أي مشكلة تمام. وليكن كده احنا تعرفنا على الصفحة الماستر وترقيم الصفحات وكيفية سحب الصور او وضع الصور في برنامج الانديزاين. انا محتاج ان انا اتعرف على الكتابة واعمل اخراج للصفحات ازاي. طيب هفترض ان انا هروح على موضوع كنت عامله من زمان. في الاول انا قبل ما اجيب الموضوع من المنتدى كنت عايز اقول لكم على حاجة. انا ممكن اصمم الخلفية او الارضية بتاعت المستند اللي انا هبتدي الشغل عليه في الفوتوشوب او الالستريتور او اي شيء بشتغل عليه، بحيث ان انا هنا اعمل اخراج وترتيب صفحات بشكل اسرع ومن غير ما يكون في اي مشكلة. انا كنت صممت او
بشكل سريع كده صفحة أو أرضية للصفحة بتاعتنا. هفترض إن أنا هجيب الموضوع وهخفف الصفحة بتاعتي بالشكل اللي قدامي. طيب أنا كده حطيت الخلفية أو الأرضية بتاعتي اللي هشتغل عليها، هروح أجيب الموضوع من المنتدى إن أنا أنسخه بشكل كامل. هضغط كنترول سي، هروح على أي صفحة من الصفحات أو اللي أنا أجيب كده، هظهر الهوامش واخد أداة الكتابة وليكن في البداية إن أنا عايز أعمل شكل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا. هروح على تايب ليز، بكل بساطة أنا طبعا الأشكال الموجودة عندي دي موجودة من خلال الخطوط المتوفرة عندي، فبناء عليه بنزل الخط اللي أنا محتاجه وبكبر الشكل زي ما أنا عايز. طبعا هنا خرج عن الإطار عشان أوسطن الكلام بكل بساطة، عادي جدا بتعامل معاه عادي. أشيل الستروك الخاص بي، تمام. لا ناخد واحد تاني أفضل. تمام ازاي نعمل ننزل الكتابة؟ او طبعا انا عايز اخفف حدة الالوان، هروح على اداة الكتابة واضغط او واسحب بحيث انه يعمل لي الملف، يعمل لي تكست فريم، واروح اجيب الكلام اللي انا كنت عملت له نسخ من المنتدى واضغط كليك يمين كوبي، واروح هنا. طبعا هنا لو لاحظت مؤشر الكتابة على الشمال فده بيدل ان انا بكتب لغة انجليزية، فانا محتاج ان انا اغيرها للغة عربية، فهضغط بمنتهى البساطة غير الكشيدة لليمين واضغط كنترول في، تمام. ده طبعا عامل محاذاة للشمال، انا هعمل محاذاة لليمين بكل بساطة جدا. هروح على الخط اللي انا بتعامل بيه او على حسب انا محتاج اشتغل بأي خط، 14 18 تمام اي شيء بقى. لو هنقعد نجرب الخطوط كده
لما اجي انسق الشغل بتاعي، انسقه بالشكل اللي انا عايزه كأني في الوورد بالظبط. لو محتاج ان انا اغير العناوين بشكل مختلف، ده طبعا على حسب ذوقك وعلى حسب الشغل اللي انت عايز تعمله. التفاصيل او التصميم لما بيكون بشكل نهائي بيبقى فيه اختلاف، لكن احنا هنا كل اللي يهمنا ان احنا نتعرف على التقنية الخاصة بالبرنامج. تمام، ما هو الا فكرة. طبعا دي عمليات تنظيمية. طب انا مثلا انا كان في صورة موجودة في المنتدى، كليك يمين على الصورة، حفظ الصورة، تمام، واروح على الانديزاين. زي ما قلنا هنعمل ريكتانجل فريم، تمام، كنترول دي او بليس من فايل داونلود. ايوه، بقت بكل بساطة موجودة عندي. هظبط حجمها، لما ظبطت حجمها ظهرت عندي بالشكل ده. طبعا هنعرف ازاي نظبط الاشكال كلها مع بعض من خلال التكست فريم. لو لاحظنا هنا في علامة مربع صغير جواه علامة زائد باللون الأحمر، وده بيدل إن أنت عندك مشكلة كتابة اللي موجودة عندك، وده يدل برضو هنا إن في one error موجود عندك. يبقى هنتخلص من المشكلة دي إزاي؟ المشكلة إن أنت نسخت معظم الكتابة في تكست فريم صغير، فبقية الكتابة بقت إيه موجودة تحت لو لاحظت. تمام، فانا بكل بساطة هعمل على التكست فريم جديد. وهضغط على العلامة الموجب. لو لاحظت شايفين شكل الماوس بقى عامل ازاي، ده بيعمل ربط ما بين التكست فريم ده والتكست فريم ده، بحيث ان انا اي شغل ان انا محتاج اعمله هعمله سواء هنا او سواء هنا. تمام، هعمل تكست فريم جديد. بعد ما نزلت الكتابة، هو طبعا لسه محتاج ان انا اعمل تكست فريم تاني. ظهر موضوع كبير. طبعا مش كل شوية هقعد اروح على الخطوط وهغير وهشتغل بالشكل البطيء ده. ده مش هيوفر عليا مجهود خالص. وليكن هعمله 30 مثلا. طبعا في حاجة هنا ممكن اقوم اعمل لها اللون احمر، بقت مختلفة. تمام، لو جيت هعمل هنا انا ممكن ما افتكرش نوع الخط اللي انا كنت بستخدمه. طيب ايه العمل؟ هروح على طيب كاركتر ستايل،
وهعلم على الجزء اللي انا اشتغلت عليه قبل كده. بكل بساطة هعمل create new character style، هسميه اي شيء، عناوين مثلا. اوكي، اروح على العنوان اللي انا محتاج ان انا اعمله. لو لاحظتم بمجرد ضغطة واحدة بيتغير الشكل عندي، وبيتم التنسيق بشكل كبير وأسرع من الشغل اللي احنا ممكن نكون هنعمله. تمام، هنكتفي النهاردة بالصفحة دي، يعني مش هنعمل اللي تحت عشان الموضوع كبير ومحتاج وقت. فهنيجي نعمل او هنتعرف على التكست ورب عن طريق ايه. انا لو جيت هنا شكل الكلام مكتوب معمول على الصورة بحاجة مستفزة، يعني شكل مستفز. طيب عشان اقدر اتغلب على المشكلة دي هعمل ايه؟ من خلال التكست ورب هقدر اتحكم في الشكل او في الصفحة اللي انا عايزها بشكل كبير. طيب هروح على أداة البين تولز وارسم حدود الأتوبيس، منتهى البساطة. تمام، أنا كده رسمت حدود الأتوبيس اللي الكلام مش هيجي فيه. طيب أنا برضو مفيش حاجة اتغيرت، نحذفها. انا مش شايف ان في حاجة اتغيرت، زودت خط زيادة. الاول هروح اعمل على اللون خاص بالخط اللي انا عملته بالبن تولز، هعمل له نان بحيث ان هو ما يظهرش معايا في الشغل. وهاجي اعلم الاول هنا نعمل لوك، هاجي اعلم على كله التكست فريم ده والتكست فريم والخط اللي انا رسمته، وهروح اظهر من قائمة ويندو تكست واي. طيب لو جيت عملت كده لاحظتوا الكلام اتشال من ناحية الاتوبيس. لو جيت عملت كده طبعا على حسب انا محتاج ان انا اغيره بشكل ايه، بتحكم بمنتهى السهولة. ده بيوفر معايا شكل كويس جدا وبيوفر معايا وقت. انا مش عايز اطول عليكم، لكن ان شاء الله نكمل مع بعض الدرس التاني في الاسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك. ممكن يكون التصميم مستفز وبصراحة انا مش يعني مش عاجبني، لكن في النهاية الهدف من التصميم إننا نقدر نشتغل التقنية المطلوبة. إن شاء الله نكمل مع بعض الدرس التاني من دروس الانديزاين. لو جينا نشوف احنا اتعلمنا ايه في الدرس ده، هنلاقي ان احنا اتعلمنا ازاي نعمل صفحة ماستر وازاي نعمل ترقيم للصفحات، وازاي نعمل تكست ورب، وازاي نعمل كاركتر ستايل بحيث ان انا اطبقه بشكل سريع، وازاي ان انا اتحكم في الاستروك الخاص باي ريكتانجل او سيركل، وازاي ان انا انشئ ملف جديد باعدادات مختلفة على حسب التصميم اللي انا محتاجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.